الفيديو نفسه اللي موجود ده في واحده ست لابسه احمر، ولو حضرتك عدت الفيديو تاني ده كاميرا بتصور البنت واللي واقفين فرحانين بيها، وقامت عادلاها وحاطه لها السكينه في لا دي مش فرحانين، دي بتوجهها على الكاميرا وانا بصور. طب ليه بتوجهها على الكاميرا اصلا؟ عشان اصور اللقطه اللي انتوا تسببتوا فيها. ومين حضرتك؟ مين حضرتك؟ معلش انا افلامكم اسالوا الشعب المصري كله. حضرتك انت ما قريتش النهارده على التواصل الاجتماعي كله هجوم عليكم، ده مش رايي انا بس. مين اصلا؟ انا ما اعرفش. انا مواطن مصري بريء منكم من افلامكم. انا بكلم استاذ وائل الابراج. طيب يا استاذ كريم بس خلينا، هو اصل استاذ وائل العيب مش عليه، العيب عليك انت يا وائل يا ابراج. نعم عليك انت يا وائل، ما اخطأتش في حاجه. نعم عليك، عايز تسخن الحلقه على واحد مش مربي بنته. اه ف ف ف فالعيب عليا انا. انت وائل يا ابراج، العيب مش عليك انت يا وائل يا ابراج. العيب مش عليك انت يعني. تستاهل، تستاهل اللي عملوك في امريكا، تستاهل اللي عملوك. والله ما انا هنتظر ايه من بلطجي في ثوب بلطجي سينمائي. بلطجي مين يا عرف؟ هل بلطجي يعني؟ طب انا يعني انا بعتذر طبعا للمشاهدين عن هذا اللفظ، لان لما يقول لفظ زي ده يبقى انت، يبقى يا جماعه ده انا اتمنهم ازاي على السينما؟ يعني اتمن دول على السينما ازاي وهو ممكن يقول لفظ بهذا الشكل؟ انا باسف للسادة المشاهدين، لكن الحقيقة يبدو انه كان مهما ان احنا نسمع لفظ من هذا النوع، عشان ده ما ينفعش تأتمنه على الفن، ولا يمكن ابدا انك تقول عليه انه يقدم فنا او يقدم صناعة سينما.